يا مساء الانتصارات، مساء الخير على كل جمهور نادي الأهلي العظيم. أهلا بيكم حلقة جديدة من حلقات البيت الكبير. امبارح كنا في أجازة صغيرة يعني الحمد لله، بنرحب بيكم وبرحب بالكابتن هاني. أهلا بيك، أهلا بيك يا كابتن. أهلا بيك يا سام. طبعا عندنا مواضيع كتيرة، برحب طبعا بحضراتكم، يعني منورين دايما البيت الكبير. النهاردة عندنا حاجات كتيرة جدا جدا نتكلم عليها، عندنا كلام مهم جدا نتكلم عليه، لكن خلينا نقول مبروك للنادي الأهلي. امبارح مباراة أعتقد زي الناس ما بتقول هي مباراة يعني معنوية بشكل كبير جدا، لكن أنا يمكن عندي يعني ملحوظة أو عندي وجهة نظر إن النادي الأهلي امبارح أعتقد كان في أحج يعني في يعني لازم كان يكسب المباراة. كنت قاعد الشوط الأولاني بتفرج، ما عجبنيش الأداء قوي زي معظم من جماهير النادي الأهلي. كل ما الوقت بيقرب للنهاية بفكر في جزئية، لا ده احنا ممكن كده نخش في مشكلة. نخش في مشكلة ايه؟ المشكلة ان احنا هنبدأ نخسر بعض النقط، وهنبدأ ندي كمان المنافس فرصة على المستوى المعنوي اللي يزيد، واحنا كمان عندنا مشكلة نفسية بعد مباراة الزمالك. لكن كان عندي جزء كبير جدا برضو مصدق قوي البلاس 90، مصدق قوي ان احنا لا ان شاء الله باذن الله على الاقل يعني هنجيب جون قبل يعني قبل الماتش ما يخلص، قبل الماتش ما يخلص. لكن خلينا اقول ان المباراه كانت مهمه جدا. عايز احيي كل لاعبي النادي الاهلي، وخاصه محمد الشناوي، خاصه طبعا. محمد الشناوي عمل مباراه ولا اروع. وخلينا كمان نتكلم علشان الناس برضو تفهم ان احنا يعني زي ما طلعت بعد مباراة القمة وقلنا يا جماعة لازم يكون لما يكون في خسارة لازم تبقى بهدوء نتقبل الخسارة، كمان النهاردة بقول لكم احنا كسبنا لكن بهدوء، احنا لسه في بداية المشوار الاستحواذ على بطولة الدوري بالراحة. احنا ما عملناش ماتش كبير قوي، لا احنا عملنا عودة للمباراة يمكن في وقت متأخر قوي، لعبنا بعشر لعيبة، وبعد ما لعبنا بعشر لعيبة بدأ فعلا احس ان هو ده النادي الاهلي وهي دي روح الفانيلا الحمراء بعد ما كنا لعبنا بعشرة. فعايز اقول مبروك، مباراه مهمه جدا بتقربنا جدا جدا من حسم بطوله الدوري وكمان على المستوى المعنوي. يعني صح. مباراه هو في اعتقادي انها ان شاء الله باذن الله انطلاقه جديده لفريق النادي الاهلي.